اذكر ربي عليها لقبلت وبصوت يد ودناها اللي في حالها شي واجد في حالها من حالها لو تمر بليل نظلم قام يضوي تترك القمرة وراها تضوي وترسم سناها اذكر ربي عليها لقبلت وبصوت يد ودناها اللي في حالها شي واجد في حالها من حالها لو تمر بليل نظلم قام يضوي تترك القمرة يا شبيهة نسمة الجو العلي يراقي جوي كل بيت من غلاها داخلي يطلب رضاها يا شبيهة نسمة الجو العلي يراقي جوي كل بيت من غلاها داخلي يطلب رضاها جعلها الفرحة معاها تبرق وترعد وتضوي لان ما يبقى معاها غير فرحتها معاها انت اخويا اللي بصيته ينعرف وبفعلي كل ضايق ينسف همومه وضوبه عند ارضواها واخت من هو لا تعزوى باسمها الافعال تضوي كل ضيقه صوب دانه قام بعند ارض جلاها بنت من هي للصعايب عزمها دوم تقوي هيفها اللي بالفعايل فعلها يسبب حكاها يا عسى الفرحه معاها تبرق وترعد وتضوي لين لان ما يبقى معها غير فرحتها معها اذكر ربي عليها لقبلت وبصوت يد ودناها اللي في حلاها شي واجد في حلاها من حلاها لو تمر بليل نظلم قام يضوي تترك القمر وراها تضوي وترسل والشعر والخد والضحكة ورمش حيغوي والدلع والحزن فيها ما يتواجد في سواها يا بعد كل العرايس شاعر قام ينوي يكتب حروف القصايد دندنة محتواها يا شبيهة نسمة الجو العلي لوراق جوي كل بيت من غلاها داخلي يطلب رضاها يا شبيهة نسمة الجو العلي لوراق جوي كل بيت من غلاها داخلي يطلب رضاها جعلها الفرحة معاها تبرق وترعد وتضوي لان ما يبقى معاها غير فرحتها معاها انت اخويا اللي بصيته ينعرف وبفعلي يروي كل ضايق ينسف همومه وضوبه عند ارضواها واخت من هو لا تعزوى باسمها الافعال تضوي كل ضيقه صوب دانه قام بعند ارض جلاها بنت من هي للصعايب عزمها دوم تقوي هيفها اللي بالفعايل زعلها يسبق حكاها يا عسى الفرحة معاها تبرق وترعد وتضوي لان ما يبقى معاها غير فرحتها معاها لان